السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدي قناتنا، بغيت اداري رجعنا لكم من جديد اخوان الكرام. اليوم غنشوفوا واحد لابارطومون فيها 80 مترو، شي حاجة زوينة بزاف، خدمة والاتقان والمعقول جمعوا في هذا المقاول ما شاء الله. ابارطومون ما نقدر صراحة نعبر عليها، لكن راه لوحة فنية بمعنى الكلمة. وهانتوما بقاو معايا في هذا الفيديو، تابعوه معايا بجدية، وفي آخر الفيديو عطوني التعليق ديالكم. إذا الإخوان الكرام، بداية من هذا الصالون الجميل، لاحظتوا السقف هنايا أجر الأرابيسك وبلابياج، وهاد الدرية هادي اللي كتعطي واحد الجمالية خاصة في هذا الصالون. وهذه لوحة زائد لي سبوت اللي هما كريستال، يعني الصالون تبارك الله راه لوحة. وعندكم هنايا بلاصه لا تيلي اللي حتى هي مصايبه بلابياج، بلابياج من كاليتي مزيانه بزاف. حنا دابا كنهضروا غير على الصالون، حيت انا بديت من الصالون، وغادي نشوفوا بطبيعه الحال الغرف، وغنشوفوا واحد المطبخ اللي اكثر من رائع في المساحه ديالو وفي لافينيسيو ديالو. مازال هنا غيداروا واحد جوج بويلات، لاحظوا معايا مزيان الخدمه ديال الصالون كيفاش دايره، وكيفاش السقف كيفاش تخدم. يعني تبارك الله في هاد لابارتومون كتميز في كل شيء. لا هضرنا على الشمس، غادي نقول لكم مشمشه لابارتومون نهار كامل. وإلا هضرنا على لون بلاسمون والمكان اللي كتواجد فيه لابارطومون والتوجيهه ديالها، راه ما شاء الله ما شاء الله. يعني صراحه جات في واحد لوكال اللي زوين بزاف، مغربيه مشمشه وجميع الميزات اللي تقدروا زعما صراحه بكل الميزات جمعتهم هاد الاقامه. هي العماره هذه كتكون من 6 ديال السكان في المجموع، وحتى الثمن راه ثمن في المتناول ديالكم. اللي نقدر نقول لكم هو ان بالنسبه للحمام راه عندها جوج، كاين حمام رئيسي، حمام رئيسي، وكاين حمام ثانوي اللي جا وسط الغرفه. الغرفه سويت فيها بالكون وفيها حمام وبلاكار. غنشوفوها من بعد، من بعد هذا الحمام خدمه متقونه، حمام كابين دوش ديالو، لي بياس راهم اقتناهم هذا المقاول بعناية شديدة، كلشي كاليتي هنايا. كنحاول نقرب لكم الصورة ما أمكن، ونقربو الجميع، يعني كناخد لكم صورة بالتدقيق باش تكون الأمور واضحة أكبر عدد ممكن. هذه كابين دوش، مرايا كتخدم بليد بصمة، قلت لكم اختيارات ديال هاد المقاول كتعجبني بزاف. هضرت لكم على الثمن، وبما اني هضرت على الثمن، الثمن هو 45 مليون بالنسبة لهاد لابارتومون اللي انا كنصورها الان. هدا واحد الديكوراسيون دارو في ملي تنكونو في الصالون وكنحاولو نتجهو للمطبخ، يكون هاد الديكوراسيون على اليمين ديالنا. دويرة تبارك الله مفوجة، فيها حتى الانترفون. هذا هو المطبخ اللي تكلمت عليه، مطبخ انا ميقن ان السيدات تبارك الله تعجبهم التاويل، خصوصا المطبخ. وما اجمل هذا المطبخ، جا كومبلي الفران، لاحوط لا بلاك ديالو، او الوسوعيه تبارك الله كيف ما كتشوفوا. يمكن لك تزيد واحد الطابله مثلا فين تفطروا الصباح. هذه بلاصه الثلاجه هنايا، لاحظتوا البريز، لا
مطبخ لي متكامل، خدمة ألوان متناسقة، والإطلالة راها أكثر من رائعة خوت. عرفتي على هو أنا كنحس فيه هنا واحد الغربي، راه واخا يكون الشمس كيما غتكون غتكون هنايا نتايا منتعش خوتي. لا مارك انتم الاخوان باش تكون الصوره واضحه، يعني راه من الصالون نحاول غادي نحاول من الصالون يمكن لي نتجه للمطبخ، والعكس صحيح. من المطبخ راني كنشوف في الصالون، والغرف راه تيبقاو على، الا كنتي مثلا في الصالون الغرف راهم على اليمين ديالك، والمدخل هو اللي على اليسار كيبان دابا الان. انا ها اللي عجبتني انا هي الاطلاله، اطلاله وبلاصمو حتى البلاصه هذه تجزئه اليونس طروه خدومه صراحه ديال بصح. شوارع كبار، دار كتشوف الكازا الرباط، يعني شمس نهار كامل. هذه من احسن التجزئات اللي كاينه في القنيطره. بالنسبه لهاد الغرفه هذه، هاد الغرفه هذه راها سويتس، يعني فيها حميحين دوش وفيها بالكون. راني نسيت ما ذكرتش بان هاد لابارتمون راه دو فاس اوبوزي، راه كطلع على جوج ديال الاتجاه، جوج ديال الشوارع. بالنسبه للصباغه اللي مخدومه في هاد الغرف راه معروفه، كاين اللي تيقول لها خيال، كاين اللي تيقول لها تتلبس، واحد وكيفاش كيعبر عليها. المهم كي تقول لها امواج، المهم هذه الصباغه اللي معروفه واللي رائجه الان في السوق، واللي تيخدموا بها تقريبا جل المقاولين. هذا الحمام اللي كيتواجد في وسط هاد الغرفه زائد البالكون. طبيعي الحال حنا غادي نشوفوا لافاس الثاني، حيت قلت لكم دو فاس اوبوزي، يعني خصني نطلع على نشوفوا الواجهه الثانيه ان شاء الله. غير بقاو معايا ما غاديش ننسى لكم حتى شي حاجة. نزيدكم واحد الحاجة أخرى زوينة، بأن عاوتاني هاد لابارتومون عندها جوج ديال الواجهات، جوج ديال الواجهات فعلا، وعندها جوج لي بالكون، يعني يمكن لك تجي دير كليسة في الشارع دوبل فوا، ويمكن لك دير كليسة في الغرفة اللي شفنا كتشوف في كازا. هذه الغرفة التالية، الغرفة التالية ما فيهاش بلاكار، ما فيهاش حمام، فيها فقط بالكون. انتم الاخوة الكرام، بالنسبة للبالكون اللي في هذه الغرفة هذه، شوفوا الاطلالة كيفاش دايرة، جات كتشوف الشارع ديال 40 في دوبل فوا. شوفوا الاسباس اللي لتحت كيفاش داير، شارع تبارك الله، شارع اطلاله مفوجه، يعني كاين رواج، كاين مجموعه ديال المرافق، يعني هنا ما تحتاجوا حتى شي حاجه. واقرب بلاصه للطريق الوطنيه اللي كتادي سلاو الرباط هي من هنا، قريبه ايضا حتى لسونتر فيل اللي بغى يمشي لاسواق السلام، وكل شيء راه حداك هنايا، مساجد الى اخره. اذا في اخر فيديو، الناس اللي كتحب هذه القناه وكيبان لهم على انني فتهم او لا انني سهلت الماموريه عليهم، حتى هما ما تبخلوش عليا، اولا بالاراء ديالكم وبتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد. حقاش ان شاء الله غادي نحاول نجمع مجموعه ديال البرودويات، يعني مجموعه ديال العروض، وغادي نقترحها عليكم، واللي انتريسي بشي حاجه مرحبا، وغادي نعاونوه ان شاء الله ونجيو ويشوفها في عين المكان، ونبقاو معاه الى سيشري ان شاء الله، ويكون بخير وعلى خير. ونشوفوا فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.